التعديلات المقترحة من طرف الهيئة الوطنية للوساطة والحوار. فيما يتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية، المادة 139 وتتضمن شروط الترشح للرئاسة الجمهورية، والتي أضيف لها شرط الحصول على شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها. المادة 141 تفصل السلطة المستقلة في ساحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصى 10 أيام من تاريخ إيداع الترشح. المادة 141 مكرر، يحق للمترشح للانتخابات الطعن في قرار السلطة المستقلة لدى المجلس الدستوري في أجل 48 ساعة. المادة 142 يجب على المترشح أن يقدم قائمة تتضمن 50,000 توقيع فردي على الأقل لناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية، وتجمع عبر 25 ولاية على الأقل. المادة 148 يعلن مجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في مدة أقصاها 10 أيام. المادة 154 تتشكل اللجنة الانتخابية الولائية التي تعمل تحت إشراف سلطة مستقلة من 3 أعضاء: قاض، مندوب ولائي، وضابط عمومي. المادة 160 بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية، تكلف اللجنة الانتخابية الولائية بجمع نتائج البلديات التابعة للولاية للقيام بالإحصاء العام للأصوات ومعاينة النتائج، وترسل نسخة فورية إلى رئيس السلطة المستقلة. المادة 164 تجرى استشارات الانتخابية تحت مسؤولية السلطة المستقلة التي يلتزم أعضاؤها التزاما صارما بالحياد إزاء الأحزاب السياسية والمترشحين. يمنع استعمال الأملاك أو وسائل الإدارة أو الأملاك العمومية لفائدة حزب سياسي أو مترشح.